هانم بنتي هانم، دي نايمة دي ولا مقلوبة على الدائري؟ ايه الأصوات دي؟ خرب بيتك، الناس تنام لابسة ترنج بجامة مش لابسنا برجولة. ايه قوم يا بنت يا هانم، هانم يا بنت جعانة جعانة. ناس تقوم تقول صباح العسل صباح الورد، ما فيش بوسة يا بيبي، مش جعانة صباح العسل جعانة يا بنت. هوكرك هوكرك، انت مش لسه واكلة على العشاء؟ ده كم من ثلاث ساعات. طيب طيب مش وقت الوكل دلوقتي، احنا ما صدقنا العشاء فضيت علينا وزعت الناس كلاتها. يا نهار اسود، يعني احنا لوحدنا؟ اقصى عليك تقول علي الناس دلوقتي؟ يا فضحتك يا هانم يا فضحتك يا هانم. بس بس يا بلغه، انت معاك زميلك في الجامعه يا بنت، انا جوزك في ايه؟ ايه انت جوزي؟ صدقي قفلتيني من الحياه يا اللي انت جوزي، متجوز عم شكشك انا، ما تقوليها بدلع يا بيه. انت جوزي؟ ما تقوليش حاجه، عبري بسكوتك احسن. مش قايل اغني بقتلاته؟ قتلاته كيف؟ انا وانت والشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذتي من الشيطان ليه؟ هذيك حركتيه دلوقتي احسن. بس مش مهم، لو حركت شيطان الجن فشيطان الانس موجود. انت بتعمل ايه؟ لا لا ما تقروص. اقروص ايه يا بنتي؟ يا بنتي انا بحبك. يا بنتي بقروص ما تزغزغنيش. انت 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 يا اخوان انا مرتي مرتي. القسيمه معايا، القسيمه في الحق يا عرب. الحق يا بنت الفاك يا عرب. انا من今天开始 胜者为王，败者为寇，而我们是王。 النهاردة الصلاة على النبي كل حاجة اتغيرت، السادة أبو عبيد والعبيد أبو السادة. 之前关你们要一口水要一口饭的事情之后我们不会再做。 اللي كان بيزلنا بقى ببق مية ومشغل لنا نصطاد السمك بإيدينا هناخده تحت رجلينا. برافو برافو برافو، ايه الخطبة العصماء دي؟ احنا خلاص سيطرنا على البير، خلاص مات الكلام يا اشباح. هو قال لك الكلام مات يا اشباح؟ يعني هو قال جغون جغون اشباح ولا انت اي فت يعني؟ انت هتولع في جهنم. وبعدين كيف يعني سيطرتوا على البير؟ طب بالراحه طب ما تزق يا عم في عرض حبيبك النبي. يا حياه امك ما تزق. طب يا رب تخش الجنه، يا رب تخش الجنه. زلزال زلزال زلزال. لا داني ده حروق. موشي احنا اتضربنا كتير قوي يا باشا، احنا اتعملنا جزام. مش شايف احنا اتضربنا اكتر من محمود الملك في فيلم العرض. بيزوي 从现在开始所有人都要干活不干活的人没饭也没水喝。 بيقول لكم خراسوا من هنا ورايح، ما شوفش حد ما بيشتغلش، لو لمحت بس حد مرايح هقدره لمده يومين من غير ولا اكل ولا شرب. 而且你跟他说 水源那边我们已经控制住了，想要去偷喝的人还是死了算吧。 البير عليه حراسة من رجالتنا، يعني اللي يفكر بس يقرب من البير هيزعل وهزعل أمه عليه. انت فرحان يا دايو؟ انا بس هعرف انت موديل كام واظبط لك الزوايا. وهقول لهم بقى انك انت اللي خدعتهم وبعت لنا المسابقة. لا 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 ما تقلقش، مفيش حد فيهم بيتكلم عربي غير انا بس، والحمد لله يا سالكه معايا يعني. مش مش خشوا بعضه. 你跟他说从头到尾的事情我都知道了叛徒也知道是谁了叛徒也会受到他的斩折的。 هو بيقول لك هو فين الموضوع كله خلاص من اوله لاخره، وحتى الندل هياخد عقابه. ندل؟ هو مين الندل ده اصلا؟ خش معاهم ارحمهم. ايه ده انت بتتكلم عربي؟ من عشر الأم يا حيلتها. الحق الراجل طلع بيتكلم عربي، يا لهوي ده انا كل يوم الصبح على غيار الريق كنت بصبحها بالشتايم. يا دي الكسوف. امسكوه جعلوا تا. طب تاخدوا ده قربان وتسيبوني؟ لا خدوا دي. لا لا تعرفي عتاب لو قعدنا يومين كمان من غير اكل
تبقى دي مصلحة؟ ازاي يعني؟ علشان هنخس، نفضل نخس 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 لحد ما نبقى زي البوصة فننسلت بالحبل بسهولة. زي الدودة يعني؟ بالظبط كده، زي الدودة. فكرة حلوة والله. في ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ يلا بسرعة عشان نهرب. نهرب من ايه؟ في ناس بيجروا ورانا ولو مسكونا هيقتلونا. ناس مين؟ هبقول لك بعدين. يلا عتاب. طب نجري من ايه؟ والله بقى السنبالة. تعالى ناخد صلاح تاني. والنبي بسرعة بسرعة. مين دول يا فرج؟ هبقول لك بعدين. اجري. حلو قوي، سيبهم لي بقى عشان دول جم ملعب. قلة السنان دي مش هتنفعك يا عمو. يا سلام، بقى لي فترة ما عملتش دماغ. قوم يا فرج، قوم. يلا يلا قوم. مش انا مش انا. هو فين؟ ما هرب هرب هرب. اه فلت ابن الكلب فلت. لولاك يا ناس عتاب كان زماننا كلنا بقينا متهانين. كانت العيال جريت ورايا وهي بتزفني وتقول لي المتهان اهو المتهان اهو، ابقى انا على اخر الزمن راجل متهان. ايوه بس هو ازاي؟ ازاي ايه؟ ازاي اللي انت عملتيه ده؟ ازاي يعني ايه تضربي الناس الكتيره في الوقت القليل ده؟ ازاي والنعمه الشريفه منى؟ يا بنتي مستعجله ليه على كده؟ مش تفهمي الاول انا بقول ايه؟ اللي انا بقوله ان انت عملتي حاجه رائعه والله. اه طبعا، ده انت كنت كلبل يعني. بصي هو في تفسير واحد بس، ممكن تكون انت كنت بتراقبين الصبح وانا بعمل الكتاوت مع الصينيين. وانت بتعمل ايه اسم الله؟ الكتاوت اللي هي بتاعت الكاراتيه. لا هو انت فاكر ان الهوب هوب كانتالوب اللي انت كنت قاعد تعمله دون كاراتيه بقى وشغل عنيف وكده هو؟ اه طبعا، امال ايه؟ انا ولا فاكره انت كنت بتعمل ايه. بس تصدق انا الموضوع دون مش داخل دماغي. انا مش عارفه انا عملت كده هو ازاي. انا كل اللي فاكراه ان هما لما اتكتروا علينا الدم ضرب في نافوخي، ما دريتش بنفسي غير وهما مسطحين حوالي. يكونش انا المرأة الحديدية. مين؟ الفيلم بتاع نجلاء فتحي. يمكن دي بقى قصة حياتي. اه بس المرأة الحديدية بتتحبس في الآخر. يبقى دي اكيد بقى الحكة الدرامية. الايه عناية؟ الحكة الدرامية. اسمها الحجة الدرامية. الحجة دي عندك في البيت. كفي نفسك. كفي نفسي من ايه؟ انت مش فاهم حاجة. اه صح، انا مش فاهم حاجة. لا درامية بلا بتاع. انا بس اللي هيجنني الناس دي كانت بتجري ورانا وناويلنا على الشر اللي هو، مش احنا كنا بنساعدهم وبنديلهم الميه؟ مظبوط. ما هو المعلم سوزوكي بقى قفش على الكل، واخد العاطل مع الباطل والحابل في النابل والشاكب في الراكب. ما خدش الطالع بالنازل ولا القايم في النايم ولا الفايز في البايز ولا كذلك في الزمالك. طب ولا الهايص في اللايص؟ خلاص بقى فككم الفوازير دي.